عن تعميم إحداث المحاكم ذات التخصص للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل السيدة النائبة المحترمة. السيد الوزير، نتساءل عن الإجراءات المتخذة لتعميم المحاكم المختصة من أجل تقريب القضاء من المتقاضين. تفضل السيد الوزير. آسف السيد النائب المحترم. تفضلوا سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. السيدة النائبة، في الحقيقة تعميم إحداث المحاكم ذات التخصص طرح إشكال كبير، لأنه الآن كاين المحاكم الاستئناف الإدارية جوج، كاين المحاكم التجارية الابتدائية في كل من أكادير، مراكش، الدار البيضاء، الرباط، فاس وجدة. خصنا باش نديروا محاكم الاستئناف في كل مدينة من المدن، ولا نجمعوا هاد الجهات ونديروا. الان المشاريع اللي انجزت باش نوسعوا المجال ديال المؤسسات، كاين المحكمه الابتدائيه بالرشيديه انتهت فيها الاشغال، تم مشروع العمل بها، مشروع تهيئه وترميم المراكز القضائيه بارفود والريصاني انتهت فيها اشغال وتم الاشتغال بها، مشروع بناء المركز القضائي بقلميمه انتهت فيها الاشغال، المركز القضائي بالريش تهيئة بناء الإيواء المركز القضائي بأمليشين، ومشروع بناء المحكمة الابتدائية بميدلت، وتهيئة البناية القديمة قصدائية وقسم قضاء الأسرة، مشروع بناء قسم قضاء الأسرة بالرشيدية، تهيئة محكمة الاستئناف بالرشيدية، ثم على مستوى الدائرة القضائية بورزازات، مشروع بناء محكمة الاستئناف بورزازات، تم الانتهاء من الأشغال، بناء محكمة الاستئناف جديدة بمدينة بورزازات بمواصفة محكمة حديثة، وقد أنجز هذا المشروع على مساحة إجمالية قدرها 7404، مشروع تهيئة المحكمة الابتدائية بورزازات تشمل قضاء الأسرة وتعد بها الأشغال، مشروع بناء المحكمة الابتدائية بتنغير تم الانتهاء من أشغال بناء مؤسسة قضائية جديدة بتنغير، مشروع توسعة وتهيئة المحكمة الابتدائية بزاكورة تعد بها الأشغال، مشروع بناء المركز القضائي بقدز والمركز القضائي بقلعة مكونة والمركز القضائي ببولماندادس، مشروع بناء المحكمة الابتدائية بزاكورة، مشروع تعميم إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بكل من المركزين القضائيين بقدز وقلعة مكونة. انتهى التوقيت السيد الوزير. تفضل السيد النائب في إطار التعقيب. تفضل السيدة النائبة. لا يخفى عليكم السيد الوزير أن التقسيم الجهوي يعتبر رافعا للتنمية ببلادنا وخيارا استراتيجيا لا محيد عنه، إلا أن تنزيله بالشكل الذي ينص عليه الدستور يعرف بطئا، مما يجعل تحقيق المصلحة العامة المنوطة بالإدارة يشوبها بعد التعثر، وهذا ينعكس سلبا على المواطن، وإصلاح منظومة العدالة يمر حتما عبر تقريب القضاء من المتقاضين بما يضمن لكل شخص حقه الدستوري في الدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة والاستفادة من الخدمات القضائية على أساس المساواة بين المواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني، لكن الواقع يبين أن هذا المبدأ لا زال بعيد المنال أمام ساكنة المناطق النائية، كما هو الوضع بالنسبة لجهة درعة فيلالت الذي لا زال المتقاضون يقطعون مسافات طويلة للتنقل نحو مدن فاس، مكناس أو مراكش للتقاضي والاستفادة من الخدمات القضائية المرتبطة أساساً بالمحاكم المتخصصة الإدارية منها والتجارية، حيث لا زالت الساكنة تنتظر وتطالب بإحداث هذا النوع من المحاكم بالجهة لضمان حقهم الدستوري في الولوج الميسر وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية بجميع ربوع المملكة. شكرا. هل من تعقيب إضافي؟ نشوفوا المعارضة. تفضل السيدة النائبة. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير على المعطيات، نتمن مجهوداتكم، إلا أن الإشكال الحقيقي السيد الوزير ليس بخلق محاكم ذات تخصص بقدر ما هو إشكال يتعلق بالقوانين، بقدر ما هو إشكال يتعلق بجميع المتدخلين في مجال القضاء، أي المهن القضائية والقانونية التي يتعير إصلاحها لتواكب العدالة الجديدة. سيد رئيس، سيد الوزير، في هذا السياق وعلى ذكر المهن القانونية نستحضر مهنة المحاماة وضرورة إصلاحها على مستوى التكوين وليس على مستوى السن، وبهذه المناسبة نتساءل السيد الوزير عن حقيقة تحديد سن 30 سنة في المباراة المقبلة، وبالتالي حرمان فئة عريضة من الشباب من اجتياز المباراة. وشكرا.
هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد النائب. هو الحقيقة ماشي مشكل البنايات اللي عندنا، عندنا مشكل القضاء، ما عندناش القضاة. عندنا مشكل القضاة، ما عندناش القضاة. هذه السنة هذه خرجنا واحد 800 قاضي، وصلنا حتى شهر جوان غادي تخرج واحد 800 قاضي، وعندنا مشكل ديال المتقاعدين واللي داروا طلب التقاعد الى اخره، فعندنا مشكل القضاة. كنا نحلوا المحكمة ولكن ما كنلقاوش شكون القضاة اللي غادي نعينوا فيها. عندنا أزمة حتى في الموظفين. بالنسبة للمحاماة، حنا درنا في القانون 45 سنة. جمعية هيئة المحامين جابت اقتراح ب 35 سنة. ما حسمناش. هما قالوا 35، حنا قلنا 45، خلينا النقاش. ما فهمت كيفاش جاو خرجوها القضية 35 بحال قررناها، وهي ما قررنا لا 35 ولا 45. لأنه 45 جابتها الوزارة، 35 جابتها الجمعية، الجمعية كتعطيها الرأي، ماشي هي اللي كتشرع، اللي كتشرع هو وزارة العدل، وستشرع وزارة العدل. شكراً.